الإشكالية ديال الناس اللي تعانيوا في رمضان، بزاف الناس تشكيوا من الألم ديال الرأس، بالعياء، بالدوخة، مجموعة ديال الأعراض. راه ملي تنجيو نبحثوا ما تلقاوش عندها ارتباط بالأكل بقدر ما هي عندها ارتباط بقلة النوم، لأن الإشكالية اللي تطرح للناس هو قلة النوم. راه الإنسان اللي تينعس ما فيه الكفاية وتيحاول يقسم النوم ديالو راه ما تيشعر حتى شي حاجة. إذن المشكلة الكبيرة اللي خصنا نخدموا عليها، وخص أي واحد يخدم عليها حسب الإمكانيات ديالو، حسب البرنامج العمل ديالو، حسب الظروف ديالو، هو النوم. لأن النوم تيشكل واحد الذارعة قوية للتوازن الصحي والفكري والنفسي للإنسان. إذن إذا كانت شي حاجة اللي خصنا نحافظوا عليها في الشهر ديال رمضان، هذا الشهر المبارك، هو النوم. تنعرفوا بأنه الله سبحانه وتعالى لما فرض علينا هذا الصيام في شهر رمضان ما إلا وفيه المنفعة علينا. إذن لما تنكونوا تنضروا راح تنضروا بنفسنا، إما بالإفراط بالأكل أو قلة النوم، هو اللي تيخليونا نخرجوا عن المسار اللي هو مرسوم لنا باش نستفدوا من هذا الشهر اللي هو صحي، وتنستفدوا فيه صحيا أكثر من هو مرضيا. إذا النوم تبقى عنصر فعال ومهم وضروري ويجب العمل عليه.